سلمية جميلة، مش بدل ما يبقى فيه ضرب وبتاع، لا حركة سلمية جميلة. محافظة الدقهلية بتعلن تمردها وبتجمع لحد وقتنا هذا، ده اللي انا هقوله بالظبط كده، متوقع هنخش ان شاء الله في 1,200,000، ده التوقعات اللي احنا حاطينها ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. غير كده طبعا احنا النهارده كمنسقين في الحمله في الدقهليه من هنا بنعلن تمردنا على الوضع الحالي والأسوأ اللي كل يوم بيزيد سوء عن جماعه الاخوان المسلمين وعن الحكومه الفاشيه الظالمه. اهم حاجه 30/6 تقعد في الشارع يومين ثلاثه انت بعيالك.